هبطات العيد ينتظرها أبناء سلطنة عمان مع اقتراب موسم العيد، ليتشارك الجميع فرحة وبهجة هذه المناسبة. تحتضنها الأسواق الشعبية كسوق الرستاق هذا، والذي يسجل حضوراً لافتاً على مدى 5 أيام كأحد الأسواق النشطة. يحرص الجميع على ارتياده باعة ومشترين وزوار من مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان. 1250 1250 1250 حركة شرائية قوية جدا، حتى ان في بعض من الناس سيارتهم برا العرصة ما رامي يدخلوا داخل من كثرة الزحمة اللي موجودة فيه. الأسعار تراوحت اليوم، أغلى ثور بعناه ب 1250 ريال، هذا بالنسبة للأبقار. أما بالنسبة للأغنام كانت 270 ريال أغلى رأس غنم. حلقات وعرصات المناداة على الأبقار والأغنام العنوان الأبرز للهبطة، حيث ترتفع حناجر الباعة بنظام المزايدة، والمعروض من السلالات المحلية هي من تلفت الأنظار وتجتذب السعر الأكثر لخصوصيتها بين أبناء المجتمع. يحدد أسعارها العرض والطلب في مشهد يعكس أصالة هذا الموروث لواحدة من العادات والتقاليد العمانية المتوارثة. الحركة زينة، مناسبة، نشطة، لا أنها غالية ولا أنها رخيصة، الأسعار مناسبة يعني متناول اليدين. تراوح الأغنام على 150 160 وصلا لأن الكبار على 200. توفقني وبعنا الحلال وجزاهم الله خير، ما قصروا على المكان والتنظيم، بيض الله وجههم. والله الأسعار الحمد لله على 150 160 شب 200 والحمد لله رب العالمين. الهبطة في مختلف زواياها تعد سوقا متكاملا لبيع مستلزمات العيد، فالحلوى العمانية الطبق الأبرز خلال أيام العيد حاضرة في الهبطة، وعدة الشواء والمشاكيك ونحوها تبرز حرص أبناء المجتمع في التمسك بها، ناهيك عن المحاصيل الموسمية التي يبدأ حصادها هذه الأيام، لتكون الهبطة بكل مفرداتها ملتقا للاستعداد للعيد بنكهة وعبق تراثي خاص انفردت به الأسواق العمانية وتتوارثه الأجيال. عبد الله بن عامر الويهي من سوق ولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة.